طيب الآن نحن نريد الغذاء، نريد الدواء، نريد الخروج من المدينة، نريد الخروج من المدينة. السفارة لا تعمل لنا حلا. الآن اتصلنا بالسفارة العراقية أكثر من مرة، زين قلنا لهم لديكم أنتم سفارة أوكرانية في العراق ولديكم سفارة روسية في العراق، ممكن وزير الخارجية يقعد مع الاثنين، يجلس مع الاثنين ويتفاوض ويجعل طريق أخضر للخروج للعراقيين على الأقل. السفارة العراقية تقول ليس لدينا حل، ويقولون لنا أخرج فأنت المسؤول، نحن ليس مسؤولون. الآن جميع العراقيين ينتظرون مثل ما يقولون الروس باللغة الروسية، زيلوني كيلادور، زيلوني داروها، يعني الطريق الأخضر، مثل ما فتحوه في مريوبل، فتحوه القوات الروسية، طيب ننتظر هذا فقط.